مرتبط بيه فكرة سائدة، هو الرعب الرهيب المرتبط بالأسنان. ليه؟ بالزراعة بالذات، لأنه هو دايما بيرتبط بفكرة إجراح، إن أنا لازم هفتح ده. أنا الدكتور إزاي هيحط لي الزرع ده؟ هيفتح لي في اللثة وهيعمل لي بعد كده غرز، وبعدين هورم وهفضل يومين ما اروح الشغل، هيبقى عندي ألم رهيب. لا لا لا، خلي السنة مش موجودة. ففي تو بوينتس، يعني في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية هي أهمية إن السنة، لما إيه اللي بيحصل لما السنة بتفقد؟ ثانيا عملية الزراعة دلوقتي بقت عاملة إزاي؟ دول النقطتين اللي يعني هيخلوا تفكير الناس يختلف تماما. النقطة الأولانية السنة لما بتفقد، السنة لما بتفقد طبعا كلنا بنركز لما السنة بتفقد قدام. فدي مش محتاجة كلام، هو بيبقى شكله مبقاش قادر يضحك، وعلى طول حاطط إيده على بقه وعنده مشاكل. لما بتفقد ورا يبتدي إن السنان اللي جنبيها تميل، السنان اللي تحت أو اللي فوق تتحرك لفوق، يبتدي يحصل حاجه واتس كولد ديسيوز اتروفي. يعني انا النهارده لما حاجه ما بتستخدمش بتبتدي يحصلها ضمور. فده بيحصل في المناطق اللي حوالين السن. بمعنى ايه؟ بيتلخص في شكل ان السن اللي قصادها تبتدي تسوس، قصاد المخلوعه. يعني كمان الاسنان بتتلف عن طريق السنه المخلوعه دي، طبعا مش طبعًا. بس مظهر يعني وشكل، لا مستخدمش. وفي نفس الوقت يبتدي يتكون عليها جير، فيبتدي اللثه يحصل لها التهاب، يبتدي يحصل ذوبان في العظم، تبتدي السنه تتلخلخ، يبتدي يحصل مشاكل كتيرة جدا كمان في الفك. يعني عظم الفك يبتدي يحصل له ضمور نتيجة ان السنة اتخلعت فترة كبيرة. مفصل الفك لما العضة ما تبقاش مظبوطة يبتدي يحصل فيه مشاكل، يبتدي الفك يطرقع وعندي ألم. وفي ناس تروح لدكتور الأنف والأذن تبقى تفتكر ان عندها مشاكل في الود، وهي بتبقى دايما المشكلة جاية من مفصل الفك. فدي البوينت الأولانية أو النقطة الأولانية الخاصة بيه لما بتفقد السنة بيحصل إيه. النقطة الثانية بتاعت الزراعة، هل هي مرتبطة بجراحة ولا لا؟ أصبحنا حوالي 80% من حالات الزراعة ما بنعملهاش بجراحة. إزاي؟ عن طريق إن إحنا بنعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد. أنا بفتح ليه؟ بفتح لما كنا بنفتح اللثة وبنمسك مشرط ونفتح اللثة ونرفع اللثة، بنعملها ليه كده؟ بنعمل كده ليه؟ علشان أشوف العظم. عشان أشوف العظم فين؟ لأن اللثة ممكن يبقى تخانتها ملي وممكن تبقى تخانتها 5 ملي. فأنا ما أعرفش. بتشوف حجم اللثة. لازم أفتح اللثة دي. علشان اشوف العظم عشان اعرف احط الزرعه. فده دلوقتي المشكله دي حليناها ازاي؟ ان احنا بنبتدي ان احنا نعمل حاجه اسمها اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. معناها ايه يا دكتور؟ بس يعني بالظبط دي عباره عن ان هي بتاخد الفك توريني عظم الفك، وتوريني جذور الاسنان، وتوريني مقاطع بكل الاشكال، اكني مسكت الفك يعني تعبير مجازي قطعته زي الجبنه النستو. جبت كل مقطع منه وشفته. ده حاجه خاصه بالاسنان غير الاشعه المقطعيه العاديه، دي ثلاثيه الابعاد اسفه. بالظبط تبتدي نعمل من خلالها. طبعا احنا معانا كمان فيديو يا دكتور بيوضح. بالظبط. فدي بتبقى عباره عن ان انا ببتدي اصور المريض واشوف شكل الفك بتاعه، اشوف شكل العظم، واشوف ايه اللي انا عايز اعمله في الزرعه. عايز احط زرعه في اتجاه معين بشكل معين، فابتدي احط الزرعه على بق المريض على الاشعه. يعني شكل الفك ده ايه دكتور؟ ده متصور ايه؟ ده ثلاثي الابعاد. دي الاشعه الثلاثيه الابعاد اللي هي بتوريني الفك من جوه. الفك بقى تحت اللثه عامل ازاي، العظام بتاعت الفك عامله ازاي، توريني الجذور بتاعت الاسنان عامله ازاي. وزي ما انت شايف كده في مقاطع مختلفه للاسنان في كذا ويندو، في كذا في نافذه، كذا نافذه بتوريني كذا مقطع بالعرض وبالطول، واشوف كل الاشكال دي. الحديثه يا دكتور ده احدث بقى، ده احدث حاجه. دي احدث حاجه، دي التقنيه الحديثه. فبالتالي لما انا اجي احط زرعه على الأشعة، فبالتالي أنا خلاص عرفت كل، أعمل كل الخطوات بتاعت العلاج قبل ما أعملها في الحقيقة، أعملها على الكمبيوتر.